يو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جانا لكم يا جماعة مرة ثانية بمقطع جديد فلوج جديد، ولكن اليوم عندنا تجربة نبغى نسويها، نبغى نغير شوي، فنبغى اليوم نجرب مع بعض تجربة ونبغى نشوف ايش حتكون النتيجة. زي ما تشوفوا هنا معانا كوكاكولا، حنسوي التجربة هذه بالكوكاكولا والمنتوس. طبعا زي ما تعرفوا اذا حطيتوا المنتوس داخل الكوكاكولا كل غاز يطلع من الكوكاكولا وتصير زي النافورة. في ناس كثار سووا التجربة هذه، لكن اليوم نبغى نسوي تجربة كيف نجرب نحط فيها المنتوس لكن ايش تحت الموية ونشوف النتيجة ايش حيصير. طبعا هذه الفكرة انا شفتها في مقطع اجنبي حبيت ايش نجربها مع بعض. يلا يا جماعه اتوقع جاء الوقت ان نجرب التجربه. جرب الحين احمد. يلا نجرب. طبعا يا جماعه حنجربها على الكوكاكولا الحجم الكبير والوسط والحجم الصغير، وحنجرب على فانتا صغير. يعني كذا حبينا نجرب ايش غير الكولا، هل المنتوس حتسوي شيء للفانتا؟ خلينا يلا الحين. طبعا حطيناهم زي كذا عشان ايش نحطهم مره واحده في الكوكاكولا ان شاء الله بس ما يطيحوا. يلا جاهزين؟ بسم الله. جاء وقت التجربه. جاهزين؟ 1 2 3. يا ساتر يا ساتر يا ساتر. ما شاء الله يا جماعه الكولا طلعت زي ما هي. هذه مختلطه بين كولا ومويه. شوف طعم الكولا. خلينا نجربها مع الفانتا، اخلي المويه زي كذا واجربها على السريع مع الفانتا. ما فيها غاز كثير، اتوقع ما حتسوي شيء بس نشوف. ما سوت شيء، اتوقع ما تسوي شيء مع الفانتا. خلينا ايش نجرب الحين الكولا زيرو. والله جاهز. هذه كانت مع الكولا زيرو اللي طلعت زي ما هي برضو. كل الكولات قاعدين يطلعوا زي ما هم، كاننا ما خسرنا شيء. طيب والحين معانا اخر متسابق، اخر تجربه حنجربها مع الكولا الحجم المتوسط. طيب يا شباب خلينا ايش نجيب مويه ثانيه نفضي هذه عشان خلاص توسخت، نجيب غيرها. يلا اخر تجربه. بصراحه هذه ما حقدر ارميها على طول. لا تنسى اكيد لازم انت بعد. نبرعايه كوكاكولا، معليش شركة كوكاكولا ادري انك قاعدين دايما نسوي عليكم مقاطع، معليش استحملونا شوي. يلا جاهز احمد؟ يلا جاهز. اخر تجربة 3 2 1. بس نجحت التجربة، ما توقعت انها حتنجح معي بس والله نجحت في الاخر. طيب يا جماعة هذه كانت التجربة مع الحوض هذا. طبعا احنا جبنا هذا الحوض جبناه جديد، اذا تبغوا نسوي عليه تجارب اكثر واشياء اكثر اكتبونا تحت في التعليقات ان شاء الله بنسوي اشياء اكثر مع الحوض هذا. وبس يا جماعة اتمنى يكون عجبكم التجربة الجديدة هذه، حبينا ننوع في القناة وبدايما ننزل بس تحديات وفلوجات، برضو نسوي شوية تجارب. هذه التجربة اتمنى تكون عجبتكم، اذا عجبتكم ادعموا المقطع هذا باللايك. طبعا احنا 12 مقطع على التوالي يوصل فوق ال 100000 لايك، هل نقدر هذا المقطع يكون رقم 13؟ زي ما قلنا الإجابة عندكم أنتم، دعموا المقطع هذا باللايك وصلوا فوق 100000 لايك، واشتركوا طبعا في القناة وفعلوا زر التنبيهات. والحين خلينا نروح المكان اللي بعده. هلا والله احنا جينا هنا عشان ايش؟ نبغى نسوي مشوى فين؟ على المسبح. حطينا الطاولة هنا عاد هنا الباربيكيو، وخلينا الحين نبدأ نجيب اللحم وكل شيء ونبدأ نشوي. يلا احنا هنا اللحوم، يلا حط كل اللحم. هذا هو اللحم حقنا. يلا شوية بسم الله الله. عندنا حركة نبغى نسويها، عندنا هذا الشيء بنحط فيه كولا، عندنا الكولا، عندنا هنا الثلج كذا. أتوقع كويس. كنت خايف على الغاز أكيد.
مشروب الثاني تملت يا اخوان، كولا في كل مكان. يبغى يشرب كولا كل عليه ياخذ كاس. ما شاء الله تبارك الله. خلينا نجرب المنتج. حلوه الحركه ما شاء الله. ذق امسك امسك ذق. كيف؟ كويس؟ ايوه كويس. كمية الغاز مو كافية. كمية الغاز خلاص سلك يا اخي. المهم طعمه كويس. ناخذ الشباب. شباب يا الله معانا الكولا. كولا هذه كلها كولا. طيب يا جماعة الطاولة تقريبا جاهزة. يلا جاهزين يا شباب. سموا بسم الله. والله يا جماعة جامدة. تعالوا يا جماعة اقلطوا معانا تعالوا. اكلنا الحمد لله الشباب الحين احسن شيء الحين تكوى في المسبح. A few moments later. والله مباراة الحين يا جماعة. اضربوا بليه. بدأت المباراة. برافو عليك. تطيح. 1-0. أمير. هاي. برافو. أمير. هاي. أمرتو. ملعبنا عاد بتفوزونا. هاي هاي هاي. طرف ملعبنا يا شباب. عاد. عاد ملعب. لا ضيع وقت. لا ضيع وقت. هاي. ما شفتوا يا جماعه للاسف المباراه خربت. صار شوي مناوشات الفريقين. احنا في ملعبنا جايين يهايطون علينا في ملعبنا. ملعبنا 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 يا وسط. تعال جمهور تعال جمهور. للاسف يا جماعه المباراه ما كملت. كملها مره ثانيه ان شاء الله. 2000 سنه. 2000 years later. يا شاكر. السلام عليكم يا جماعة. اليوم كذا فجأة هندخل في الموضوع. يا شاكر يا شاكر. الله سلامات. مش بداية الفلوق جديد. الله ستر والله ستر يا شاكر. المهم يا جماعة اليوم جينا مكان اسمه hollywood.tn. طبعا هي موجود هنا في تونس العاصمة. الحين حندخل ووريكم اشياء. اول مكان يبيع اغراض تصوير. خليني الحين اوريكم ايش الاغراض اللي موجودة داخل. انا الحين حكتشف معاكم يعني لسه ما دخلت شفت المكان. هلا والله هلا والله. لا والله شكله فيه اغراض كثيرة يا جماعة. يلا نكتشف. ايوه كل اغراض التصوير موجودة هنا. هذه العدسة حقتي. لا لا مو بزيها. هذا الشيء والله ممكن احتاجه. هذا الشيء اللي طلع جديد. هذه تقريبا عندنا زيها. خلينا نشوف الكاميرات الموجوده. ترايبودات عندك هنا سلايدر. عندك هذا اللبس ستدي كام. شوف ترايبود هذه مع العجله. عندك هنا شوي اضاءات. هذه عندنا منها. هذه كويسه ابغى اشتري منها. احترافيه اكثر تعطيك زي لون الشمس. عندك هنا برضو نفس الشيء. طابعه عشان تطبع صور عشان تسجل الصوت. اغراض جو برو. عندك شاشه هذه مفيده. عندك الاضاءات. عندك هنا اضاءات اكثر. هذه شواحن. هي شواحن. هذه هذه كويسه. اتوقع بجرب هذه الحين. طيب يا جماعه قاعدين نجرب ال 50. هذه طبعا ما فيها زوم. ما فيها لا زوم ان لا زوم اوت. هي دائما كذا ثابته. طبعا هذه ما تنفع للفلوجات. صراحه قررنا بنرجعها. ما حنحتاجها كثير. المهم يا جماعه هذه كانت التور. خلينا نمشي الحين. هذا المكان اللي صورناه. يلا.